وحياكم الله محبين حسابات الديحاني، صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وين اهل الزين 6 باي 6 اكترس الموديل 2008 الحجم 33-41 شاسي ميلر ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا غير كهرب دعسه كلتش، الممشى 440,000، بطاقه جمرك ما بعد اشتغلت في السعوديه نهائيا. البدي سليم، المحركات على الفحص والشر على فحص الكمبيوتر، الشاص سليم من الرش من الحلا. راح اصور لكم الداخليه، طبعا دعسه كلتش غير كهرب دعسه كلتش. ما ذكرناكم المقطع السابق الموديل 2008 والحجم 33-41 شاسي ميلر، راح اصور لكم داخليه، طبعا بطاقه جمرك على الكويت مو على السعوديه. السياره ما شاء الله تبارك الرحمن تحفظ معنى الكلمه. زي ما قلنا لكم الممشى 440 والحجم 33-41 غير كهرب دعسه كلتش. راح اطلب التليفون اللي هنا برا.